تفضل هنا ابو سلمان جنبي عشان نتعرف على اخوياك اللي جايبهم معك اليوم. عاد انا سامع كذا في ناس محامين وفي ناس كتاب وشعار. انت يا الله يقواك المحامي استاذ رياض. احنا جبنا محامين عشان تركض شوي لا كذا مشكله والله. لا كذا مشكله ولا العاب. من اول واحد معنا؟ معنا المحامي الاستاذ عبد المجيد الجريش طبعا ابن اختي. ايوه ومحامي ما شاء الله شوفها الطلة ما شاء الله تبارك الله المحامي. تفضل هنا استاذ عبد المجيد ما شاء الله عليك. ابو سلمان بقول شيء انا بقول شيء استاذ عبد المجيد شكله تابع الحلقات الماضيه وعرف انه المقدمه الاولى انه ابو سلمان يعطيك وحده فانت سبقت الاحداث وطبيت كذا بسرعه طبيت على طول لاني داري انه بيحش فيك ايه الله يستر وانت موجود قول ايش فيه عبد المجيد اليوم ما شاء الله كسب قضيه وشارينا الكوت هذا ما شاء الله تبارك يعني في المحامات وكذا امور طيبه اي والله ما شاء الله اللي عنده قضيه شيء يجيه اي وحنا نبي نرفع قضيه اول شيء عليك اذا ما ضبطت الحلقه ترى من بيترافع ما عنده لعب عبد المجيد شوف الغالي ابو سلمان اللي تبغاه اليوم بسوي لك في محامي جاهز معاك اليوم شهد عيان وتصوير يعني رحنا فيها يعني كذلك حياك الله جايبين معنا شاهدين الله يحييك ويبارك شرفت ونورت الله يسلمك من المحامين الجيدين بمدينة الرياض ما شاء الله الشرف لنا كفاءة والله. عالية وكفاءة وطنية جميلة الله شرفتنا والله ما شاء الله في البرنامج الجميل ما شاء الله تبارك وأي شيء ما يعجبك عطني والله بخروج اكتب ورقة بس و اي لا بجايب معي ورقه ايوه عن طريقه والله وخر عن طريقه صدق والله حياك الله محامينا تفضل العافيه ونورت والله لا قدر بنخ الكوت قطيه غدير اللي يطلع بو ما شاء الله ما شاء الله الكوت فخم بصراحه فاخر من الاخر ما شاء الله تبارك الله طيب شكله من بوارث عبد المجيد ايوه من هو الثاني بعد المحامي الاستاذ المبدع الرائع استاذ سلطان الوهيبي تحيه كبيره له سلطان الوهيبي يا هلا يا هلا يا هلا والله اخوي سلطان هلا بكم الله يحييكم سلطان وهيبي عضو لجنه شباب منطقه القصيم ما شاء الله وما شاء الله من الممثلين الرائعين وما شاء الله من تحب الشعر سلطان انت لا والله مره اتذوق الشعر من هواة السفر مرة ما يركض بس ما عمره دفع قطية هذه سلبيته حفول مكفول دايم حفول لا جيت ركب وقال ميم قلت وش قال محفول مكفول أما عاد والله مشكلة لا ما شاء الله طائر ودائما سفرياته ورحلاته وممتع وجميل بس عيب والقطية بس لا ما عليك أنا ترى ما عليك أمور طيبة إن شاء الله وياك وأبو عادل يوسف الهاجر اللي منورنا في الاستوديو اليوم الله يحييك يعني بنروح وياك سافر كذا سفرة قريبة إن شاء الله أبرك الساعات وأحيي رفيق دربي وحبيب قلبي المخرج الكبير محمد اليحيى الله يسلمك وتشرفت أني أكون بينكم هنا كيف الثقافة معك والأسئلة الثقافية الحمد لله والشكر يعني خلوا الأسئلة كل السفر وزهلة بس طيب عواصم مع لا أي شيء مفتوح يعني بشكل يا هلا نورت والله حياك الله تفضل هناك معانا ايضا ابو سلمان باقي واحد زميلنا الثالث الصديق مرزوق مطيري مرزوق المطيري يا هلا وسهلا ما شاء الله تبارك الله جاب القصيده ايه مرزوق نورت والله يا مرزوق نورك الموجود قالوا ممثل ها والله يمثل إيه بس إن المشكلة ورطينهم بتورة يلا يتنفس ليش؟ أول مرة يطلع ببرنامج أشوفه منحرج والله جايبين جهاز الضغط كل شوي نقيس له مرزوق وراك منحرج يا مرزوق والله أول مرة أطلع يعني برامج إن شاء الله إنه آخر مرة لا إن شاء الله لا تطول بنفسك والله من بدايتها كذا أجل الجمهور العزيز عرفت مرزوق خلوه بقوه لا تجمدونه خلوه موجود لا بس طب على خشبة المسرح مبدع ورائع لأنه موقف معه جميل ذكر أمبو لازم أنا أحب المواقف هذا شوف دام أنه هاجمك أنت هاجمه بإذن الله أنا أعطيه جهز إيه هذا كفو مرزوق والله أعطيك العافية مرزوق شرفت أنه نورت حياك الله تفضل